هل يمكن أن تضرب الأرض عاصفة شمسية كبرى تعيدنا للعصور الحجرية وربما تفني البشر وكل مظاهر الحياة؟ هذا ما حذر منه الخبراء، مؤكدين أننا على موعد مع حدث جلل لم يصب الأرض منذ سنة 1859. من المعروف بأن الرياح الشمسية تحمل معها موتاً محققاً لكل مظاهر الحياة. بدأ الأمر بالتزامن مع اندفاع سحابة عملاقة من الغاز الممغنط في اتجاه كوكبنا قادمة من الشمس، وظهرت بوادر المشكلة في 30 يناير دون أن يدرك أحد إلى أي مدى ستسوء الأمور، عندما أطلقت شركة سبيس إكس 49 قمراً صناعياً لمشروع ستارلينج في مدار الأرض. فبمجرد وصول الأقمار الصناعية إلى الغلاف الجوي العلوي للأرض، واجهت مقاومة كبيرة أكبر بكثير من المتوقع بالنسبة لحجم العاصفة الشمسية التي اعترضتها، ولكن وقع ما لم يكن في الحسبان. شاهد خبراء مركز التحكم 40 قمراً صناعياً وهي تهوي وتحترق وسط الغلاف الجوي من دون حول منهم ولا قوة، كابوس لم يتخيلوا مشاهدته في أسوأ أحلامهم، وحدث مخيف ربما دفعهم للتفكير بما يمكن أن يحدث. عاصفة أقوى بقليل مما شاهدوه بكل تكنولوجيات الأرض. عاصفة واحدة قوية بإمكانها أن تصيب الأرض بالشلل وأن توقف جميع مظاهر التطور التي شاهدناها منذ عقود. تخيلوا حجم الضرر إذا أصاب خلل ما نظام الملاحة العالمية والقطارات ومواقع الجي بي إس واعتماد الملايين من البشر على التطبيقات في أكلهم وعملهم وتنقلاتهم وحياتهم اليومية. يحاول البشر وشركات صناعة الفضاء تطويع التكنولوجيا للتنبؤ بالأخطار القادمة من السماء، ولكن أن تضع ثقتك في جهاز رصد أو قمر صناعي معرض هو الآخر للتوقف عن العمل حتى قبل إدراكه ما أصابه، أمر يجعل حتى مجرد التفكير فيه أكثر رعباً.